الموت حقيقة ونحن لا نحب أن نتحدث عن الموت، مع أنها الحقيقة الوحيدة التي لا شك فيها. قد نكون تجار وقد لا نكون تجار، قد نتزوج وقد لا نتزوج، قد ننجب الأولاد وقد، قد كل حياتنا قد وقد، إلا الموت فهو الحقيقة الوحيدة التي أقسم الله على وقوعها، وما كان لنفس أن تعيش مخلدة، بل كلهم هالك إلا وجه الله عز وجل، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكننا لا نحب أن نتحدث عن الموت، لماذا؟ حديث اليوم أريد أن أغير مفهومك عن الموت. الموت هل هو كله شر؟ هل الموت شر؟ الموت يا أحبابي هو الانتقال من حياة إلى حياة فقط. لا تظن أنك أنت يعني إذا قالوا أنك مت معناه خلاص، لا لا، أنت لما يقولون أنك مت معناه أنك بدأت حياتك الحقيقية التي لا تنتهي باختصار. لماذا؟ لأن الذي يموت جسدك فقط، أما روحك فخالدة لا تموت أبدا، أنت معك جزء فيك وهو الروح، منذ أن نفخت وأنت في رحم أمك ستبقى خالدة معك حتى تصل إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضل. فالذي يموت إذن جسدك وليست روحك، فإذن أنت مقبل على الحياة الأبدية شئت أم أبيت. فلماذا لا تفكر بالحقيقة هذه؟ لماذا؟ لماذا دائما نتعلق في الدنيا ونترك الآخرة؟ لماذا؟ لماذا ننشغل؟ أنا أقول لكم لماذا ننشغل؟ ننشغل عن الموت ولا نفكر فيه؟ لأننا لم نستعد له. ولذلك لما جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له سؤال واحد، قال ماذا أعددت لها؟ ما هو مهم تعرف متى الساعة، أنت جاهز؟ متى ساعتنا يا إخوان؟ ساعتنا مجرد أن نموت، يعني اليوم تموت خلاص بدت ساعتك. أول ليلة في قبرك هي الليلة التي تنام فيها أول الليل وتصبح في يوم القيامة. هل أنت تعرف الحقيقة هذه؟ وهذا الموت يأتيك من حيث لا تشعر. وكلنا كلنا يلي في هذا المسجد أو خارجه محكوم علينا بالإعدام منذ أن كنت في رحم أمك، وقد كتب أجلك وكم ستعيش في الدنيا، يعني تكون أنت أمهر الأطباء ولا تكون أغبى الناس، يومك يومك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذه الحقيقة، فما المطلوب إذن؟ ليس المطلوب أن نتغافل عن الموت، المطلوب أن نستعد، أن نستعد. وأبشروا بالخير يا إخوة، أبشروا بالخير. ماذا يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة؟ قال مستريح ومستراح منه، يوم مرت جنازة قال هذه الكلمة، قال مستريح ومستراح منه. فقالوا يا رسول الله ما معنى مستريح وما معنى مستراح منه؟ فقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد. يعني أنت إذا رحلت وأنت قد أصلحت ما بينك وما بين الله، هل تظن أن الله يخذلك؟ يا أحبابي والله لو يعلم المؤمن ماذا له عند الله بعد الموت لما تعلق أبدا في الدنيا. المؤمن الذي يحبه الله أول لحظات الموت يرسل الله إليه ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، هل تعلم هذا أو لا؟ وإذا رأوه قالوا لا تخافوا ولا تحزنوا، يعني تبدأ البشائر منذ أن تغرغر الروح، هذه أول بشرى، لا تخاف من اللي أمامك ولا تحزن على ما فاتك. فإذا خرجت الروح تخرج روحك سهلة كما تخرج القطرة من في السقاء كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم تتبادر الملائكة روحك وتصعد بها إلى السماوات السبع، ثم بعد ذلك تعاد إلى الأرض، لأن الله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لم يحن
بعد أن تذهب إلى السماء، ما زلت في الأرض. هذا أنت إذا كنت مؤمن. فإذا نزلت في قبرك وأنت من أهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك. وإذا كنت مؤمن وقد مت، تفتح لك طاقة إلى الجنة، ويقال لك نمنا يوم العروس، فتمر عليك آلاف السنين كصلاة ظهر أو صلاة عصر. ولذلك إذا قاموا يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يسبون القبر وحياة البرزخ نوم. هذا أنت يا مؤمن. ثم إذا حشرت يوم القيامة، وكلنا سنحشر، من حب الله لك أنك لا تحشر لوحدك، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تأتي ومعك المؤمنون، فترى هذا جنبك يصلي وهذا يهلل وهذا يكبر، فتأنس في ذلك اليوم الذي يخاف فيه الناس. هذا إذا أنت مؤمن. ثم إذا أتيت إلى المحشر ودنت الشمس، ما تقف مع الناس، يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم إذا كان يوم العرض على الله عز وجل، وهذا يوم سنقف فيه كلنا، من منا يظن أنه لن يحاسب؟ لن تزول قدم عبد حتى يسأل، هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ستقرأ أنت كتابك، فإن كنت أصلحت ما بينك وما بين ربك فإن الله يسترك ولا يراك أحد إلا هو جل جلاله. حسن ما تنفضح، فضيحة. ما رأيك الآن لو نقرأ سجلك في أسبوع، كم واحد اغتبته وكم وكم، فضايح. فتأتي يوم القيامة معك سجل، كم عمرك أنت؟ عمرك مثلا 70 سنة، أخصم 15 سنة هذه قبل البلوغ، الباقي 55 سنة، كلها صحائف كتب. كل يوم الملائكة تتعاقب عليك بالليل والنهار، ويكتبون ما قلت، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت من هذا كتابك اقرأ، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإن كنت مؤمن فما الذي يحدث؟ تقرأ فتبدأ البلاوي تطلع، أشياء أنت ناسيه. ها كم واحد اغتبته من سنة وجاء، تقدر تحصيهم؟ كله مكتوب. فإذا رأى الله أنك بدأت تخاف، هو وعدك، وعدك يا مؤمن ألا يجمع عليك خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ولذلك إذا رأى الخوف يدب إلى قلبك قال ما عليك، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. الله، شوف عاد فرحتك ذاك الوقت، وتحمل كتابك وتبدأ تنادي في الناس ها أم اقرأوا كتابي. ثم بعد ذلك توزن أنت وأعمالك، ولأنك أصلحت ما بينك وما بين الله يثقل ميزانك. ثم بعد ذلك إذا مررت على الصراط على حسب قربك من ربك، من الناس من يمر كالبرق، ومن الناس من يمر كالريح، ومن الناس من يمر كأجاود الخيل، ومن الناس من يمشي، المهم على حسب قربك من ربك. هذا المقام الذي لازم تستعد له، ما هو هالدنيا اللي قاعد نجمع فيها ونبني فيها. ثم بعد ذلك يذهب بك إلى قنطرة بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك إلى الجنة. هذه يا إخوة هي رحلتك إذا كنت مؤمن. إذن أنت ستقبل على ربك الكريم، قيل لإعرابي ستموت، قيل ثم ماذا؟ إلى أين أذهب؟ قالوا تذهب إلى الله، قال والله لا أعدم الخير من رب أكرمني ورزقني وسترني وأحياني وأعطاني كل شيء. والله يا مؤمن لو تعلم ماذا أعد الله لك من النعيم لما كرهت الموت. ولذلك المؤمن يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فيا أيها الكرام لا تخافون من الموت، أرجوك لا تخاف من الموت. الموت هذه هي الفرصة التي تترك فيها هم الدنيا ونكدها وديونها وحسدها وبغضاؤها ومشاكلها، ثم تقبل على ربك الذي عنده كل ما تتمنى. أهم شيء أصلح ما بينك وما بينه، لا تنقطع الحبال التي بينك وبين الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
ما دمت تشكر نعمة الله فلا تستخدمها فيما يغضب الله، وتؤمن وتتبع الإيمان بالعمل الصالح، والله لا يخزيك الله، وإن تجد أمامك بعد الموت حياة أجمل مما كنت تراها هنا. ولذلك سبحان الله، من هو آخر واحد يدخل الجنة؟ آخر واحد يدخل الجنة هو بالتأكيد آخر واحد يخرج من النار، يخرجه الله من النار. فإذا خرج من النار يرى شجرة جميلة فيقول: يا ربي، طبعا الآن هو خرج ونبت جسده ورجع إليه جلده وتغيرت حياته، خلاص عذاب آلاف السنين وهو في جهنم يتقلب، فيريه الله شجرة فيقول: يا ربي قدمني إلى تلك الشجرة، فيقدمه الله تعالى إلى تلك الشجرة، فإذا وصل تحت ظلها وشرب من مائها وارتاح يريه الله شجرة أجمل منها، يعني مكان أجمل من المكان الذي هو فيه، فيقول: يا رب قدمني إلى ذلك المكان، فيقول له الله عز وجل: إذا قدمتك تسألني غيرها؟ يقول: لا لا أبدا، ما أسألك، بس قدمني ولا عد أسألك ثاني مرة. فيقدمه الله، فإذا جلس في ذلك المكان الأجمل من الذي هو فيه وجلس فترة يريه الله تعالى مكانا أجمل منه، فيقول: يا رب، فيقول الله: ماذا تريد؟ قدمني قدمني بس إلى هناك. فيقول الله: ما يغريني منك يا ابن آدم، ابن آدم طماع، حتى في الجنة ما يكفيه شوي، كل شوي يبغى يتنقل إلى ما هو أحسن. فيقول: يا رب قدمني قدمني ولا أسألك غيرها. فيقدمه الله، فإذا جلس واستقر، الآن هو يعني أتت إليه الجنة بالتدريج، يمكن لو راح الجنة يموت ما يستطيع أن يتحمل ذلك الجمال، فيأتيه بالتدريج حتى إذا وصل إلى ذلك المكان يسمع أصوات أهل الجنة ويشم ريحها، ورائحة الجنة يقول عنها صلى الله عليه وسلم أنها تشم من مسيرة 40 سنة من عظمتها. فإذا شم رائحتها وسمع أصواتها ورأى سورها يقول: يا رب يا رب، نسى العهد اللي بينه وبين الله. فيقول: ما تريد؟ قال: دخلني الجنة بس، يبغى يجلس عند الباب: يا ربي دخلني الجنة. فيقول الله عز وجل لابن آدم، لأنه يعرف أن هذا ما راح يوقف، كل شوي يطلب يطلب، فيقول له: ألا أيرضيك أن أعطيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم يرضيني. من هو أعظم ملك؟ سليمان، يعطيه ملك سليمان. فيقول: نعم يرضيني. هو في حياته أصلا كلها كبد ومشاكل وهموم، والبيت أجار والسيارة تقصيد والديون راكبة، وإذا به هناك ملك أعظم ملك ملوك الدنيا، فيفرح. فيقول اللهم لك مثله ومثله ومثله 5 أضعاف. فيقول: 5 أضعاف؟ قال: نعم 5. يرضيك؟ رضيت يا عبدي؟ قال: نعم رضيت. قال: ولك مثله. فيعطيه 10 أضعاف. هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ليش تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك الله. ليه؟ لأن الله يوم قال لهذا العبد: أعطيك 10 أضعاف ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، ماذا قال العبد؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ ما مصدق، تهزأ بي وأنت الله؟ قال: ادخل إلى جنتك. يقول عليه الصلاة والسلام: فيمشي في ملكه 2000 سنة لا يستطيع أن ينتهي ملكه. هذا منه آخر من يدخل الجنة. طب أنت اللي تقوم الفجر فتأتي إلى بيته، وأنت الذي تركت الحرام من أجله، وأنت الذي شكرت نعمة الله وأطعت الوالدين وأقمت الصلوات، ماذا سيعمل الله لك؟ أبشر بالخير. لذلك لا تكره لقاء الله، أهم شيء نستعد. هل تغيرت نظرتك على الموت؟ الموت جميل وليس بسيء، أهم شيء أصلح ما بينك وما بين الله وأبشر بالخير.